وعلى هامش المشاركة معاليه في مؤتمر ميونخ للأمن بجمهورية ألمانيا الاتحادية اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد إدوارد نالبرديان وزير خارجية جمهورية أرمينيا وأكد معالي وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على دفع علاقات الصداقة وتوسيع مجالات التعاون مع جمهورية أرمينيا بما يلبي طموحات البلدين الصديقين ويعود بالنفع على جهود التنمية بهما وقد جرى خلال الاجتماع استعراض تطور العلاقات بين البلدين وفرص دعمها على المستويات كافة والتأكيد على ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتعزيز آفاق التعاون المشترك كما تطرق الاجتماع إلى أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال مؤتمر ميونخ للأمن إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك